Alléluia. Alléluia. نرفع كلمة صلاة. مبارك اسمك، مبارك اسمك. أنت الإله الحقيقي وحدك، المستحق أيها الرب كل إكرام وسجود وعبادي لأجل ما صنعت لخلاص نفوسنا ولغفران خطايانا ولكي تسكن فينا وتعيد الصورة يلي أردت أن نكون عليها يا رب من خلال عمل الفداء. نباركك يا قدوس، نشكرك لأنك الأمين الصادق والعهد هو عهدك والعمل هو عملك. نشكرك أدخلتنا على تعبك وضميتنا إلى صدرك وإلى أهل بيتك. نعطيك كل المجد لأجل هذه الفترة يا رب. نشكرك تأتي بنا إلى موضع خلاء لحتى نقعد معك، نشبع منك ونفرح قلبك ونرسم ابتسامة على وجهك يا رب، ابتسامة رضا وفرح. بنقول لك أحبائنا اللي وعدونا يجوا لي تقودوا، أنت تسهل طريقهم وأنت تشوقهم، تجعل رغبة ولحة بقلوبهم تيجوا يسمعوا صوتك. تمسح الكلمة، تمسح شفتي عبدك، تكون الكلمة فيها حياة وشفاء وخلاص وإعلان وتعزية. باسم المسيح نعطيك كل المجد. آمين. نقرأ من سفر التكوين تكوين 6 تكوين إصحاح السادس. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض ولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر، وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولاد. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملته. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. عدد 9. هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله، وولد نوح 3 بنين: ساما وحاما ويافثا. وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح:
نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفن. عدد 22. ففعل نوح حسب كل ما أمره الله به، هكذا فعل. أمين. أمين. موضوع كتير كتير حساس، كتير حساس، لأنه نحن عم نشهد أيام قريبة لأيام نوح. إذا بتلاحظوا كم مرة الوحي كتب الأرض فسدت. صبروا من آلاف السنين، الله شاف الأرض قد فسدت ونظفها، عمل عملية تنظيف. نحن بأيامنا شو بدنا نقول؟ كلام لا يوصف عن جد. لاحظوا بالعدد 5، ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. الرب عم بيعيد، الرب لما بيعيد الجملة مش معناتها عم بتأتي، معناتها عم بيركز على نقطة وعم بيضوي على حقيقة قليلة قاشعينا، لأنه صار سعره ماشي عادي. الناس كلها هيك، ولو شو منك عايش بهالدنيا، منك من الأرض، ما تكون جاي من المريخ، ما هيدي بطبيعة البشر، عادي عادي. الإنسان حلل الشر لدرجة عم نسمع هلا دول عم بتسن قوانين ضد الكتاب المقدس. تشريع ما ليس هو حق. في دول حللت الزواج المثلي شرعا، في دولة حللت الخيانة الزوجية، في دولة حللت زواج الحيوانات، وسمي في دولة تقبض على رجالات الله إذا تكلموا من الحق ضد القانون اللي نزلوه. لو قسيس بيحطوه بالحبس إذا علم ضد البثرية، ضد الشذوذ. ممنوع يفتح تمه، بتفز عن هالحقائق. ما في بقى إنجيل الحق الكامل، ما في، في جزء. وفي أشخاص ما بقى يحكوا بإنجيل الخلاص، بيحكوا بإنجيل الاجتماع، إنجيل الأخلاق، إنجيل الأدبيات. طايفة عتيقة. وإذا بتحكيهم عن الخلاص بالولادة بيقولوا لك أنت واحد هرطوقي، قبلت معهم. وفي أشخاص للأسف بس عندهم إنجيل الازدهار، يعني بيوعدوا الناس بكلام المسيح حرفيا ما قاله. المسيح قال ضيق من الطريق وكارب الطريق وضيق الباب الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. مش بس هيك، قال إن أراد أحد أن يتبعني أولا بده ينكر نفسه، ثانيا بده يحمل صليبه، ثالثا يتبعني. رب مش عم بقول وعد يعيشنا شحادين، بس ما عاد الإنجيل الحق الكامل، صار في حقائق تؤخذ. من هيك بأيام نوح صار الوضع طبيعي، من هيك الله سلط الضوء على كلمة فسدت. وبتعرفوا شو اللي بخلي الأرض تفسد؟ ما في ملح.
ما في ملح. من هيك يسوع قالنا أنتم ملح العالم. بأيام صدوم وعمورة كان في كم حبة ملح. حاميين صدوم وعمورة من العقاب، من أنه تفسد 100%. لوط البار بقول الكتاب وعائلته الصغيرة اللي بقيوا معه كانوا حاميين هالمدينتين من غضب الله. لما سحب هالكم حبة الملح دب الفساد وظهر الفساد وشيل الفساد. بعدهم مش سبات حاطة لحمة مثلا بالبراد ونسيتها، مش مطبوخة ولا مقلية ولا بالفريزر محفوظة، مش معمولة، تفسد وتتركها دعانة. امبارح اشترينا هالكيلو طلعت ريحتها خمخمت، تتركها تمسكها وبتكبر. يمكن بتحسد انه راح الدعان، اكيد صايره بعد اسبوعين اكيد طبيعي، بس بتحزن. بس ما في حل تاني، ما في حل تاني. والرب هيك يا احبه، بايام نوح الموضوع بلش هيك، فسدت الارض، ما حدا عيونه على الرب، ما حدا بيخاف الله، ما حدا بيعطي الله حقه. الناس تنزع بعضها، ونحن بنعرف البطل، ولد بينزع ولد، بنت بتنزع بنت، وتفاحة بتنزع الصحارى، تفاحة مضروبة بتنزع الصحارى. من هيك الكتاب بيرجع بيقول ورد الرب أن شرنا الإنسان قد كثر في الأرض، وأنا كل تصور أفكار قلبي. منين بلش الشر يطلع أفكاره؟ من قلبي. قال من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، من دواخل الناس، من أعماق الناس. من هيك الله كان شايف قلوب الناس. خليني أقول لك، لما الإنسان ببلش الشر من قلبه ما بيضل جوا، ولا ممكن يضل جوا، بيبين. تعرفوا الناس اللي متعرفوا على الرب بيميزوا أكثر منا مين اللي هيئة الله على وجهه. قد ما هني بالظلمة بيقشع النور أوضح. كل ما كان بالظلمة كل ما بيقشعك. إذا أنت نورك قوي ولا 50-50 بيلاحظ من عيونك، من تعبير وجهك، من سمات وجهك وعضلات وجهك، لا شعوريا اللي بيعرفوا. من هيك احيانا اللي بيستغلوا طيبه قلوبنا، بقولوا هولي طيبين، نستغله كثير بتصير. رب يعطينا حكمه. قال وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. تصور كل يوم عصيان وتمرد على الله. خليقة الله خلقها وخلقها تكون طاهرة نظيفة وعايشة بقداسة، وعيون عليه، مش عيون على العطايا ولا عيون على البركات. يعني تصور الله أعطى الأرض لبني آدم وأعطاني إياها، شالوا عيونهم عنه صارت عيونهم على الأرض. ما بتسمع الا ناس قتلت بعضها كرمال قطعت ارض. من يومين اجاني خبر حدا قتل خيه وانجرحت مرت خيه من وراء قطعت ارض عم بتخير عليه. قتل خيه قوص، وقوص مرت خيه وطلعت جرح، يعني ما راحت قتل بس يمكن عطبها. الناس عيونها على الارض، الله عطاهم اياها. من هيك مطرح بقول الله قال سيفسد الذين كانوا يفسدون الارض. يعني انت عم بتخرب الارض، حتى مش بس خيك الانسان يلي عم يحصد من الارض هالشي كمان، قال بده يعاقبه. فحزن الرب قديش احيانا تنعمي عيون البشر على هالحقيقه. الله بيحزن،
إذا خلقني على صورته بحزن. أنا إنسان، هو بيحزن؟ يسوع لما كان على الأرض ما حزين؟ ما حزن على أورشليم وبكى على أورشليم؟ حزن على لعازر وبكى على قبر لعازر؟ ما حزن على قلوب الفريسيين المسكرة؟ الله فحزن قال أنه عمل الإنسان. الله ما بيعمل عمل وبقول يا ريتني ما عملته بندم، ولو قال، بس المقصود يفرجينا قديش مقهور انه خلقتكم احرار استغليتوا الحريه للفساد تفسدوا. قالوا فسدوا بالارض. وبتعرفوا الانسان لما بيفسد بصيروا يتسابقوا مين اشطر بالفساد؟ بتعرفوا مجتمعنا بصيروا يشوفوا مش محامي اي حربوا اكثر، بيعمل الابيض اسود الاسود ابيض، بس بيكون هذا سعره غير، سعره عالي كثير. بس محامي درويش بسيط بخوف الله بيبقى سعره قليل. انا بعرف المحامية درويش عنده التقوى، طيبين عن جد بخوف الله بيشتغلوا. بس محامي يكون حرامي سعره عالي. هيك المقياس تغيرت. فبقيام نوح وكلمة نوح للي ما بيعرف، الأغلبية صاروا بيعرفوا معناتها تعزية. تعزية. الله خلق هالزلمة وحاطط عيونه عليه للمستقبل، لأن الله يرى المستقبل وعارف رح يكون سبب تعزية مش بس لأهله، لأله هو. ليه يعني حلو بسأل سؤال؟ بسأله لنفسي أولا، هل أنا سبب تعزية لقلب الله؟ لما بيطلع فيي بيفرح، بيشوف حاله فيي، بيقول هذا بفش اللي خلقه عن جد. قدي حلو البي يكون عنده ولد بفش اللي خلقه، لما بيطلبوا بيلاقيه، لما بيعوزوا بيلاقيه. مش جاي جاي وينك؟ جاي جاي. قديه حلو عن جد. اشكرك انا رب عمي بالصبر، فرحه لالي، بيعزيني كثير وبيسعدني. ايدي اليمين. فعن جد قديه حلو الرب يطلع فينا هيك ويقول انتوا فخر لالي، انتوا بتعزوني عن هالناس كلها اللي عم تقهرني. يمكن خبرتكم في نهار بعد الأشرفية وعيد الصبح بفتح شباك المطبخ وبطلع هيك عم بلقي نظر، شوف الطقس كيف والجو كيف. بتعرفوا بيروت قليل تلاقي الجو نظيف ورايق، وفجأة الرب هيك بيفتح عيوني بالروح وبيفتح ذهني وبيفرجيني وضع الناس كيف مبلش نهارة ودموعي بتنزل لحالي. بفرجيني هيدي دموعه عم يبكي على كل انسان. شو كل انسان؟ كلمه كل انسان عيني فكر فيها. يعني عيوني كانوا على منطقه بدارو وعين الرمانه وفرن الشباك والجبل قدامي. قد ايه يعني انا قادر اشع من بيتي العالي نوعا ما، يعني مساحه كبيره. رب فرجيني بروحي. الكذاب راكد على كذباته، الله قدوس يعني بيروح يفرجيني بطبيعته انه يكره الشر لبل عيناه اطهر من ان تنظر الشر. واللي عامل مؤامره على واحد، واللي عم يمكن بيحضر انامل، كان في وقتها تفجيرات بالبلد، عم بيعمل مؤامره وفخ لحتى يفجر مثلا هالمبنى او يفجر هالبوسطه او يفجر بمكان معين، واللي عم بيسب وبيكفر واللي صار يفرجيني اياهم بالروح، وانا دموعي تكر انكسر قلبي. قال لي تصور انا كل يوم من نهار من اوله لاخره ليجي ثاني يوم انا هلا بعد حرقه القلب محروق. مش هيدا المستوى اللي انا عايشه، هذا اللي بدي اياهم يعيشوا. انا خلقتهم تكونوا على صورتي،
الكذاب المحتال الزاني الغشاش المحتال الملوفجي المسكون بالارواح يلي ساحر بحضر وبيعمل كتيبه بيخرب بيوت الناس وا شو بدي اقول والمجرم والقاتل والخاين خطايا مليانه بقلوب الناس ما هديت حالي قال لي قديش اللي انتم تكونوا مهمين تفرحوا لي قلبي خففوا عني قهري انا مقهور لاحظوا هم قال فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتاسف في قلبه مش بس حزن تاسف يعني يدعاني يدعاني والاضرب من هيك ليش لانه شايف اخرتهم لوين بعدين واللي عم يعملوا هيدا مش معلق فيه بس ما عم يخرب بيوت وعم يفسد غيره وعم بيعلم غيره الفساد والكذب والاحتيال يعني بتلاحظوا احيانا نوع بمواقف بتقول انه اذا بدي اتصرف مع هذا الشخص ببراءه وبساطه بكل حقي بصير بفكر كيف بدي احكي بطريقه حتى حقي ما يروح احتيالات نفاق كذب غش بيبقى قال عم يحكيك بسفر الامثال الاولى قال عم يحكيك وبيبتسم لك قال وفي قلبه سبع رجزات يعني شره مكتمل ما عنده ولا زرع الضمير انه انا بدي اتحاسب بدي اندين قال ليس خوف الله قدام عيوني من هيك الرب بيديك الايام عيال نوح قال في حل واحد امحو عن وجه الارض كل انسان وظهروا للحيوانات هلا بدك تقول لي شو ذنب الحيوانات ما تخاف على الحيوانات الله منه ظالم اصلا الحيوان نفسه جسد ما له روح نحن ارواح لانه شفت لك بحياتك شي حيوان حبيب يتعلم ويفوت مدرسه ويربي اولاد هيك ويعلمهم ويسقفهم ويشتغل ويزيد المعاش حتى يعلمهم وياخذهم على الكنيسه فين؟ بياكلوا ويشربوا وبيناموا وبيعيش غريزته مثل الكلب بيعيش بوفاء صاحبه مثلا يعني فالخوف على الانسان ومصيره مصير الجحيم الابدي هيدا يلي الله بيخاف وهيدا اللي رب يعطينا دينا نقشع ما نقشع بس انه هيدا الانسان غرقان نخاف انه بلحظه اذا الرب قال له هذه الليله تطلب نفسك من او هذه اللحظه مش هذه الليله يمكن ما ينطر هذه اللحظه قال هذه الذي اعددتها لمن تكون حدا خبرني امبارح خبرني عن شخص هيك قال حضر الغداء حضر الغداء تيتغدى هو وابنه جاب لحمه وجاب وحضر له وهديك قال له يلا انا جاي على الطريق فحط اول لقمه تياكلها فكر قال لك إذا أنا أكلت أول لقمة هلا بتيجي على الطريق خلص هذا ما راح آكل هذا وياه فكر قال لي خليني أنزل كان عايش وحدي خليني أنزل قص شعري عند الحلاق وبحرق دقني وبطلع بكون وصل خيي باكل أنا وياه نزل عند الحلاق لقيت شعره قال له الحلاق أنا في عندي زبون بس بخلص له وبفوتك ارتاح على الكرسي قعد ارتاح على الكرسي قاعد على الكرسي عم بيحرق له هيك وبيجي واحد من جيرانه وعم يطلع بيلاقيه تاكل فات عند الحلاق قال له اسبوع عندك برا شو قصته؟ قال له ماشي قال لي بدي شعري وحلو بس قلت له صرت خالص وطلع على الكرسي لانه تخلص بيكون فين؟ قال له لقيت الزلمه برا قال له شو تاكل؟ قال له تكل طلعوا برا هيك ميت اللي خبرني قال لي لو ميت بالبيت
وما كان هيك خيم يجي، ما معه كثير خيم. قال لي ما كان حدا عارف انه مات، يمكن طلعت ريحته فسد. هلا نحن بنشوفها قصه انه مات حرام، بس مش بس هيدي القصه، مع انه هيدي محزنه للناس. رب صبر حتى بهذا الموضوع ارحمه لحتى يعرف. بس العذاب اللي من بعد الموت قالوا لي عن الناس ان يموتوا مره، اوكي، لكن ما بعد الموت الدينونه. تصور انت الدينونه اللي وقعت على الارض بايام نوح كانت مخيفه. 40 يوم 40 ليله لما الرب قال له بتبني الفلك، تصور قضى 120 سنه عم يبني فلك من خشب الجفر، اقوى خشب. واكتشفوا العلماء للاسف بعد الاف السنين انه سفينه نوح ما بتغرق. تصميمها الهندسي ما مش ممكن تغرق. اقوى امواج، اقوى ريح ما بتغرقها. انصدم انه اقوى السفن غرقت باحوال سيئه. الا سفينه نوح 40 يوم 40 ليله عملوا عليها كل الاختبارات بشكل امواج ما كانت تغرق. رجعوا قرروا يعملوا تصاميم السفن الجديده على الهندسه تبعيتها. تتعرفوا اعظم مهندس بالوجود هو الرب. اعظم وسيله خلاص امنها للبشر ما حدا بيفنيها، وسيله الصليب. ما حدا بيقدر يطمرها، ما حدا بيقدر يخبيها، حتى لو حاول ابليس من خلال مسؤولين بالعالم يخبي هالموضوع، يطمر هالموضوع. وكنايس تحولت من انجيل الخلاص لانجيل اخر، مثل ما بقول بولس. قالوا كيف تحولتوا لانجيل اخر؟ من انجيل النعمه لانجيل الاعمال؟ الاعمال حلوه بس ما بتخلص. فنوح لما خلص الفلك بعد 120 سنه وسبعة ايام، تصوروا زلمه عم يبني هو ولاده فلك 120 سنه وكان على راس الجبل عم يبنيه، ما في بحر، ما في شتل، ما في حد بحر، وما كانت تتشتل. ما هي الصدمه للبشر انه الطريقه اللي نزل فيها الغضب ما لها سابقه. يعني قد ايه تحمل عار من الناس وبهدل ومسخره وحكي وسرسره واستهزاء واحتقار من وراء انه عم يبني سفينه على الجبل. وبتعرفوا عيب نحكي هالكلام عن منبر المسيح، بكونوا حكيوا كلام عيب ينحكى. فينا نقول وحدة منا يمكن يا ختيار النحس مثلا، عفوا تصور، و انه الخرفان انت يعني ما عم تعمل يعني، وحاملين سيرته مبسوطين انه في واحد مجنون عم يبني سفينه على الجبل. مدري شو صار، رنا هيدا شلش براسه او مدري شو صار. وبتعرفوا وسيلة الخلاص اللي الرب أمنها وين عملت؟ على جبل الجرجس، على الجبل. والناس بيعتبروا الصليب شو؟ جهالة، جهالة. لكن هو حكمة الله وقوة الله اللي بيعطي خلاص. فتصور نوح قد ايه تحمل وما قالوا للرب خلص 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 طفح الكائن، انا ما بقى فيي شو هيدا؟ قد ايه صار لي سنين بمهدومي رح واقف ما بدي كمل ابدا. ليه؟ لانه كان سنه بتعزي لقلب الله. وقد ايه نحن حلو ما نفشل، ما نيأس من اللي دعينا الرب نعمله. نكمل، بتعرفوا نحن ما رح نعمل مثل 120 سنه اقل، يعني مرحومين بعدنا عن جد. هيدا بيعزينا لحاله انه يوجد الرجال، يا نحن بنروح لعنده يا هو رح يجي، يا هو رح يجي وقرب يجينا. وتصوروا من بعد ما خلص الفلك الرب قال له فوت انت وعائلتك
تصوروا كانوا تماني من سكان كوكب الأرض، التمان أشخاص من البشر بس، صدقوا هو ومرته وثلاث ولاده ونسوانهم، ما كان عندهم ولاد بعد، عارفين؟ ما كان عندهم ولاد، بعدين خلفوا، زمطوا مع الحيوانات اللي ربى له فوتهم. بقول الكتاب وأغلق الرب عليه، الرب أغلق بابه خلاص، ورح يجي يعني أحبه لما تبلش الضيقة باب الخلاص رح يتسكر. قال رح يقولوا له يا رب يا رب افتح لنا، مثل ما عملوا بأيام نوح، ركضوا على الفلك لما شافوا بلش يتشتت، وين في مي بالسما؟ منين؟ المي بالبحر بنقولة، بس من السما في مي، شو في نهورة جوا ولا في بحر ثاني؟ بالنسبة له مش منطق. وخليني اقول لكم بالرؤيا بيقول نيازك بدها تضرب الارض، وهلا الاخبار متلاية الصفحات كلها قد في خطر من الاف النيازك بدها تضرب الارض. واحد منهم قد برج كبير، وغيره يمكن اكبر، تصوروا كوارث ولا لا؟ تعرفوا شو النيزك اذا ضرب يعني؟ يعني تسونامي وزلزال وتلوث وفيضانات ودمار بيوت وحرايق. حرايق نحن بنتذكر بالحرب لما تنزل قذيفه بالحي ببنايه بترج المنطقه، قذيفه. وشو هن القذايف قديم قذايف هلا؟ وين تبقى هاوي اربيجي هون؟ صرنا هلا عم نشوفهم هيك يعني بورتكليه صغار. هلا ممنوع استعمال الصواريخ، هلا صاروخ بينزل منطقه بيهدم حي، اقل صاروخ صغير. كيف اذا شيء نووي؟ دمار شامل. فلما فات نوح نزل غضب الله وطلعوا من الارض غضب الله. قال يا نبي على الغمر الارض انفجرت والسماء نزلت 40 يوم 40 ليلة، ما بقي مخبر على الأرض. ومع أنه أنا واثق أنه في منهم ركضوا على الشبال، في منهم طلعوا على الأشجار، وفي منهم ركضوا على الفلك مسكوا. بس خليني لك، الفلك ما له شيء من برا تمسك فيه. النجاة الطريقة الوحيدة باب كان على جنب الفلك اللي هو بيرمز لجنب المسيح المطعون. فليه اللي بدي اقوله، رب يعطينا ما نفشل، ما نفشل من الخدمه يا احبه، لانه قرب يجينا والارض رح ينظفها الرب، رح ينظفها ونحن رح نكون معه بالمجد. بس ما نستغل انه رح نكون معه يلا نستهين ونستخف، لا، نعيش بقديسه ونسكن بقديسه. امين. ما نقول يلا لانه في لحظه، قال في ساعه لا تظنون، لا تظنون ياتي فيها ابن الانسان، قال كنصف الليل غافل، ما معك خبر، مثل عذار الحكيت الجاهلات غافلين نايمين، اجى العريس. اذا منك جاهز وحياتك فيها الروح القدس وساكن فيك الرب، ما رح تفوت على العرس، رح تضل اسم الخارجيه. يا رب نحن يا رؤوسنا هيك بتكون رسالة تشجيع علينا لقلبنا، لأن ظهر الرب علينا بده يشجعنا. هاليلويا هاليلويا، بنباركك وبنعظمك لأجل أمانتك معنا، لأجل صبرك علينا، ساعدنا تطلع بعمل فدائك أنه كلف دمك يا رب، كلف حياتك، كلف انك تخلي مجدك كرسي المجد وتياب المجد تشلحها فوق يا رب، وتلبس جسد تواضعنا لحتى تكون كبش المحرقه، الذبيحه الحقيقيه عن خطايانا وخطايانا وخطايا العالم كله يا رب. نشكرك يا حمل الله الحامل خطايا العالم. افتح القلوب يا رب، افتح الاذان يا رب، اعطي بصيره لكل شخص عطشان يعرفك، أو لكل شخص حابب يكمل معك للنهاية ما يفشل.
بكلمتك بتشجعنا، فإذا هذه الخدمة لا نفشل، خدمة ملك الملوك ورب الأرباب. هاليلويا، بنعطيك كل المجد يا رب لأجل كلمتك اللي بتعزينا وبتشجعنا وبتحيينا. آمين ثم آمين.